حاله التغيير الكبير اللي بتمر بيها بعض الانديه على مستوى الاجهزه الفنيه في التوقيت الحالي. امبارح بس تم تغيير 3 اجهزه فنيه، اولها كان بتوجيه الشكر للكابتن حسام حسن وجهازه الفني طبعا من قياده فريق المصري بورسعيدي، بعد ما تقريبا قضى معاهم نص موسم سجل خلاله حضور قوي ونال اشاده الكل، مع ان الغالبيه توقعوا استمرار التوام في قيادة المصري الموسم اللي جاي كمان، ولكن البعض كان بيفكر ان في صفقات ممكن تكون كمان بتحصل ما بين الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي وبين الكابتن حسام، وكان في اتفاق عليها كمان من قبل ما يكون بيتولى الاستاذ كامل ابو علي رئاسة النادي، لكنه قرر يعني بشكل نهائي توجيه الشكر للتوأم، وواضح كمان ان المدرب اللي جاي هيكون اجنبي. في كل الاحوال اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي المصري في اللي جاي، واكيد كل التوفيق للكابتن حسام حسن ايا كان يعني إلى أي مدى ممكن يكون الموسم ده ما كانش هو الأفضل بالنسبة لفريق المصري بورسعيدي، ولكن بصمة الكابتن حسام حسن وكالعادة مع الفريق المصري كمان بالتحديد كانت واضحة جدا جدا، جه في توقيت صعب وكان الفريق بيعاني بشكل كبير جدا، يعني قدر إن هو يكون طبعا بيحسن النتائج، وهنشوف طبعا لو في أي عروض ممكن تكون موجودة دلوقتي بما إن الكابتن حسام وجهازه يعني الكابتن إبراهيم حسن طبعا دايما بيكون معاه في الجهاز الفني، هما الاتنين دلوقتي أصبحوا متاحين لأندية كتيرة ممكن تكون بتفكر في تغيير أجهزتها الفنية، وده طبعا اللي هنكون بنتابعه على مدار الساعات اللي جاية، لان يا دوبك اي نادي بيقرر ان هو يكون بيغير جهاز فني لازم يكون بيبدا دلوقتي عشان يلحق يستفيد باكبر قدر ممكن من فترة الاعداد اللي هي اوريدي قصيرة، فلازم تكون بتاخد قرارات سريعة علشان تقدر تستفيد من الفترة دي باكبر شكل ممكن. بالتاكيد كمان يا مرهان اللي بيصير فضول انا شخصيا لما بيكون دايما في انتهاء علاقة ما بين مدير فني ونادي، وخصوصا لما بتبقى العلاقه دي ناجحه، يعني لما يكون مدير فني بيقدم مستويات جيده بنكون احنا زعلانين، لان احنا بيكون عندنا امال ان الفرقه دي تظهر في الموسم اللي يليه بشكل جيد، فرقه تكون بتنافس على الاقل بالظهور بشكل جيد، تزاحم الفرق اللي بتنافس على اللقب، او حتى لو الفرقه دي اصبح عندها طموحات انها تحرز لقب، وهنا بتكلم على فريق طلائع الجيش والعلاقه الجيده مع الكابتن طارق عشري اللي حقق نتائج اكثر من رائعه. فاكرين طبعا طلائع الجيش مع منتصف الموسم كان فريق مهدد ان هو يهبط او من الفرق المهدده بالهبوط لدوري القسم الثاني بناء على النتائج والنقاط، ولكن منذ ان تولى الكابتن طارق العشري اتكلمنا على نتائجه الجيده، تفوقه على الزمالك بنتيجه جيده في عز طبعا ما كان الزمالك عنده فول سكواد، تفوقه على النادي الاهلي في اخر الجولات، وان كان حتى الاهلي لعب بفريق الشباب، ولكن يحسب للكابتن طارق العشري ان هو عمل سلسله اللاهزيمه الطويله مع فرقه طلائع الجيش، اصبح من الفرق اللي عندها تمرس بطريقه مش بس دفاعية ولكن هي استراتيجية دفاعية، والتحول من حالة الدفاع إلى حالة الهجوم بشكل مميز، ده اللي عمله الكابتن طارق العشري. بقينا عندنا فرق خلاص عارفين التطبع بتاعها أو الفن التكتيكي للمدير الفني وإزاي يشربوا اللعيبة بمعنى أصح، ده اللي عمله الكابتن طارق العشري، فبالتالي ما كانش فيه غير هزيمتين فقط على ما أتذكر من فرقة من والطريف إن هم من فرقة الجونة كمان على ما أتذكر هذه النتائج، بالإضافة طبعا إلى خروجه من بطولة كأس مصر، ولكن بشكل عام الكابتن طارق العشري خلق حالة من الأمور الفنية الجيدة اللي احنا لما كنا بنتفرج على فرقة طلائع الجيش بنشوف الفريق المنافس هيتفوق عليه ازاي، وده الفكر اللي طبقه كابتن طارق عشري في كل مباراته في بطولة الدوري العام الممتاز، فيحسب للكابتن طارق العشري أكيد تفوقه، يحسب ليه ان هو خد فرقه كانت مهلهله شويه مش مدعمه بنجوم كتير، ولكن خلى بقى نجوم كتيره ترجع لمستواها، محمد بسام، احمد سمير، عمرو السيسي، مهند لاشين، لعيبه كتيره جدا طبعا، مصطفى الزناري واحد من نجوم خط الدفاع، كل هؤلاء النجوم وكمان من غير راس حربه، يعني فيكتوري حتى لما انتقل في نهايه طبعا شهر 6 كابتن طارق عشري كمل ما تبقى من الموسم بدون راس حربه صريح، وامور كتيره جدا كانت ملعبك على فرقه طلائع الجيش، ولكن يحسب للكابتن طارق عشري اصراره وانهاء الموسم في المركز الرابع. كل التحية اكيد للكابتن طارق العشري اللي عندنا فقره النهارده تكون مخصصه كمان عن الحديث عن الميركاتو او انتقالات المدربين او اللاعبين كمان. يعني بنتكلم على مدرب مخضرم على مدار سنوات وسنوات اعطى الكثير من على الخطوط لاكثر من نادي، والكابتن طارق العشري طبعا اسم كبير جدا، واللي عمله الموسم الحالي مع طلائع الجيش يذكر، يعني دايما بنشوف كده صفحات في تاريخ كره القدم بيكون فيها بعض الانباء والاخبار اللي لازم تكون يعني مؤرخه، واعتقد الشكل اللي ظهر بيه طلائع الجيش الموسم الحالي والمكان اللي هو انهى فيه في جدول الترتيب مكان ممكن ما كانش اي حد يتوقعه ضمن الاربعه الاوائل تكون في المركز الرابع في موسم كان
كان في اكيد صفقات كتيره وكان في انديه كتيره عندها الامكانيات وكانت كمان مرشحه بقوه ان هي تكون موجوده، والبدايه دايما بتكون مؤشر، ولكن عكس بقى كل المؤشرات بنشوف انديه كانت البدايه بتاعتها موفقه جدا ولكن ما قدروش ان هم يفضلوا يستمروا ويشتغلوا على نفس النهج، وبنشوف العكس، يعني الانطلاقه بتاعه طلائع الجيش كانت مش احسن حاجه خالص، كان فيها هزائم كتيره جدا ولكن قدر ان هو يعود مره ثانيه للمسار الصحيح ويكون بينهي الموسم بالشكل الحالي، وكان عنده دوافع وقادر يخلقها كمان للعيبه ان هم يكونوا بيحاولوا يخطفوا المركز الرابع من فريق فيوتشر، وقدروا فعلا يعملوا ده، فبالتالي كل التحيه والتقدير لطلائع الجيش كفريق وكمان للكابتن طارق العشري والمجلس الاداره اللي انهوا يعني التعاقد بشكل ودي في رقي وفي احترام ما بين الطرفين. نروح بقى لقرار تاني كان واخد طبعا الاهتمام الاكبر من كل رواد السوشيال ميديا في الساعات اللي فاتت، وقطع الشك باليقين على مدار الاسابيع اللي فاتت ومنذ يعني التذبذب اللي شايفينه من حيث التصريحات والنتائج داخل اسوار النادي الاهلي وتحديدا الفريق الاول لكره القدم، رسميا توجيه الشكر للمدرب البرتغالي ريكاردو سواريش مدرب النادي الاهلي بعد ما قضى تقريبا بنتكلم في 3 شهور، وطبعا يعني بقى التفاصيل المتعلقه بحقوقه والعقد وفسخ التعاقد، فتم منحه جزء من الشرط الجزائي. إقالة سواريش كانت متوقعة للكل، هو كان لسه يعني بعد انتهاء آخر مباراة أمام سيراميكا كليوباترا في المؤتمر الصحفي كان تحس إن هو الوحيد اللي مش متوقع أو عنده وجهة نظر مختلفة، ولكن كانت كل المؤشرات بتقول إن دي هتكون آخر مباراة ليه بياخدها مع النادي الأهلي في بطولة الدوري. يمكن أفضل ما في القرار انه حصل بدري قبل الدخول في فتره الاستعدادات للموسم الجديد، والاهلي دلوقتي كمان بيسعى للتعاقد مع مدرب يكون عنده سي في قوي، سي في فيه بطولات، سي في ان هو قدر ان هو يكون بيحقق بطولات محليه وافريقيه. البعض الثاني قال انه قرار مش صح وان المدرب ما خدش برده الفرصه الكافيه مع فريق كامل العدد، وان هو لعب تقريبا ب 90% في المباريات دي بدون القوام الاساسي، بيلعب من مواليد 2001 و2002 و2003 واول مره يلعبوا اصلا مع الفريق، وكلامه كان صريح جدا لما قال ان الاهلي ما عندوش قاعده ناشئين وشباب جاهزه للعب في الفريق الاول، وده كمان من خلال المؤتمر الصحفي اللي قال انا قلت حتى للاعيبه الصغيره ان انتم مش جاهزين دلوقتي تكونوا بتلبسوا تيشرت الفريق الاول للنادي الاهلي. البعض برضو خد الكلام ده عليه وان هو كلام محبط بالنسبه للشباب الصغير، ايا كان ريكاردو سواريش خلاص اصبح خارج اسوار النادي الاهلي، والنادي الاهلي اكيد دلوقتي بيشتغل على قدم وساق علشان يكون بيعلن تعاقد رسمي مع مدير فني جديد مرضي بالنسبه لجماهير النادي الاهلي وبالنسبه للطموح اللي هيكون كبير جدا الموسم اللي جاي سواء على المستوى المحلي او على المستوى الافريقي، لان احنا بنتكلم عن موسمين جاي عنهم النادي الاهلي عن بطوله الدوري وكمان خساره في نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا. اعتقد ان الموسم اللي جاي هيكون في تغيرات كبيره جدا على مستوى شكل كرة القدم داخل النادي الاهلي، يعني صناعة كرة القدم داخل النادي الاهلي هيكون فيها تغيرات كتيرة في اركان كتيرة، ده طبعا اللي هتكون بنبدأ نشوفه في الاسابيع اللي جاية، هيتم طبعا الاعلان بشكل رسمي. هو الحق يقال الراجل برضو جه على فريق كان بيخسر من يعني فرق كتيره، بيتسو موسيماني برضو سلم فرقه النادي الاهلي بخساره اكتر من مباراه وخساره وفقدان عدد كبير جدا من النقاط، والراجل جه متدرع على النار، انا فاكر على طول جه تولى مسؤوليه الاداره الفنيه. تاني نقطه برضو ان هو موضوع الاصابات الكتيره جدا في النادي الاهلي كانت اكيد عائق بالنسبه له ان هو يلعب بالفول سكواد، وده اعتقد حق مشروع لاي مدير فني ان هو يكون عنده كل العناصر اللي قادره تطبق فكره، وإن كان البعض بيؤكد أن ده قرار من مجلس إدارة النادي الأهلي لإرضاء جماهير النادي الأهلي، اللي بالمناسبة في منهم يعني الموافق على القرار وفي منهم شايف أن الراجل عمل إنجازات كويسة لما يفوز النادي الأهلي على فرق زي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا والمصري بورسعيدي بلاعيبة ناشئين، فما بالك لو الراجل ده معاه فول سكواد أو كل نجوم النادي الأهلي وبياخدوا مباريات جيدة، لأن امبارح لما أو آخر مباراة يعني النادي الأهلي لما شفنا النادي الأهلي بيتفوق على سيراميكا كليوباترا أو على الاتحاد السكندري ده كله يحسب للراجل ده. بس في نفس التوقيت البعض يعني اخذ القرار كده ان النادي الاهلي مش بس الامور فنيه، ولكن الموضوع لاي مدير فني لازم يكون مدير فني الشخصيه عامله ازاي، وبعض الاخطاء اللي وقع فيها الراجل من اول مباراه كانت في الكاس
لما راح طبعا نده اللعيب اللي يعني عجبه واتكلم معاه وطلع في المؤتمر الصحفي اتكلم عليه. كل دي امور مجلس اداره النادي الاهلي شايف ان لازم المدير الفني اللي يقود الامور الفنيه وزمام الامور الفنيه للنادي الاهلي لازم يتمتع بصفات شخصيه معينه. الموضوع مش فني بحت، وان كان فنيا الراجل طبعا بعد بيتس موسيماني اتكلمنا ان الكابتن سامي مصان ادى مباراه جيده امام نادي الزمالك ولكنه خسر بنتيجه كبيره وثقيله امام فريق سموحه، فالنتائج مش مقياس قوي لعمليه استمرار سواريش من عدم. ولكن هتكلم او هرجع لجماهير النادي الاهلي اللي طبعا امبارح دعما لمجلس اداره النادي الاهلي اطلقت يعني زي هاشتاج كده على مواقع السوشيال ميديا كله، كانت كتبوا نثق بكم، وده في اشاره طبعا لمجلس الاداره اللي بترأسه الكابتن محمود الخطيب ان خلاص احنا كجمهور النادي الاهلي واثقين في اي قرار لو شايفين القرار الانسب، لان طبعا بيكون في دايما كواليس في الغرف المغلقه قد احنا نكون نفسنا من مقاعدنا هذه مش عندنا الدرايه الكافيه بيها، ومجلس اداره النادي الاهلي هو اللي عنده النقاط. انا طبعا كنت بشرح بعض النقاط من الشارع الاهلاوي او جمهور النادي الاهلي ووجهه نظرهم ما بين مؤيد ومعارض، ولكن مجلس اداره النادي الاهلي وعن طريق جماهير النادي الاهلي بعد الهاشتاج اللي مكتوب فيه نثق بكم اعتقد ان هم بيدوا الصلاحيات الكامله كجمهور النادي الاهلي لمجلس اداره الكابتن محمود الخطيب عن اكيد الامور اللي في الكواليس المغلقه. هل الراجل ده بالفعل يصلح في تحقيق كل الامور الفنيه او اهداف مجلس اداره النادي الاهلي من الحصول على البطولات او المنافسه في القاره الافريقيه؟ ده اللي هنعرفه كمان من الايام اللي جايه.